آخر. إذا موضوع لأن اليوم موضوع الإرث والميراث والمشاكل والصداع والهراج والجري والكعبة والناس مقاتلة على الورط والناس العداوة والخط كيطحنوا وما كيتكلموش كي اللي 20 عام ما كيهضرش وفي الآخر ما كيبغيش يقسموا داك الورط داك الورط كيبقى هداك وكيموتوا هما داك الورط باقي تما كيجي واحد آخر من بعيد وكيستافد كيديها. نعم إذا غنحاولوا نعملوا بارتاج غتشوفوا كيفاش كيعيشوا الناس يعني كيفاش سبحان الله. أميرة مراد الحمد لله أنا بخير ميرسي. هذاك بلال أنا ما كنطلع حتى واحد وما غتطلعش معايا أصلا هنا ما عمرك طحت من داك اللي تقلش لي هنايا غنسى بصح بلي كان عندي الكراخي هنا ولا أجي طق أنا طالع نجلس نقلش في اللايف مش هي الخي دايرين عند هذوك اللي كيطلعوهم أنا ما عندك فين تطلع شغتقول لي شغتطلع دابا نزيناش شنو شغتزيد لي غتسرق لي واحد ربع ساعات الوقت ديالي وتضيعني في وقتي طلعت مرت لي مخي والهضره الخاويه والاسئله الخاويه من داكشي معني ما نعول به خليته هذه 30 عام سير الله يعاون والله الا عملوا بارطاج الله يخليكم باش طلعوا اللايف نعمل البلوك الواحد واحد هايش مايش دنيا عامر الله يسر بيهم سير حد الناس. يلا ليلى ميا شكرا عزيزتي انتما في انتي فهمتي يا لطيفة امطر عقلت عليك الغزالة ها انتي نفهمتي الله يعطيك الصحة شي اللي يصلح لهم الله يفوت لكم. اليوم كنا غنعملو الدرس قبل داك كيف ما قلتكم ولكن ما بقاليش الوقت اللي ما تزير عليا الوقت عليها خليتكم الخطوة تسمعوها في تيك توك ديال الجامع سبحان الله. اليوم هضر على العلاقة الزوجية عاود كلشي كيهضر على هاد الزواج فرعوا لنا المخ ديالنا الله يسر فيما الدور كلشي كيغوز كلشي كيضرب في رجلو كلشي كيمت في شعرو كل واحد كيقول كلشي كيغوز في الجامع الناس كتغوت منا صنعنا الرجال في الجهاد اللي هين عاود المراه والو ما بقاتش كتسمع النساء ما بقاوش كيحشموا كنسمعوهم كيهضروا والنساء الجهاد البارتي ديال النساء كيقولوا هذا الرجال ما بقاوش الرجال وهذه الدنيا قلاب الله يسر. قلت لنا شنو واقع الدنيا في خطر عباد الله قسما بالله الا الدنيا في خطر صدقوني وراه المعركه الناس عايشين معارك في البيوت ديالهم القتيل الله يسر قتيلة طيح كثر من نايض كلشي كيتشكى الرجال كيتشكاو وملي كدور عند النساء كيتشكاو مصيبه. حتى فقيت الجامع اليوم عملت الدرس على الزواج قلت له في قلبي والله قد هضر لهم بالتشينويه كادهم كتكحل الراس هاد الريوز ضرب البلوط لا هي ولا هو هاد البلوطه وهاد البلوط هاد البلالط هادو ما كيفهموش هادو واخا تهضروا معاهم بالتشينويه هادهم راه ما غيتغيروش عندهم ديك الموروث سخط الله المسخوط باغيين يعملوا الحضاره ويتقدموا الهايش مايش يعني ما كيعرفوش حتى يخلفوا هي كتقول لك خص الحريه وخص الحقوق ديالها هو كيقول لك خصني نتكي على الراس دباباك هنا نبقى بحال خدامه هي كتقول له لا انا اللي غادي نطح لك ونكركبك كيقول لها من هنا ما كاينش الحق عليا ايوا كيبداو مع بعضهم عطيني نعطيك والمحاكم الدنيا عامره حتى لهنا اوروبا كيغوتوا المحامين تبارك الله مدخلي الحبة أنا كصحاب ليكم عملت محامية الله يلعن الشيطان كوراني كنربح الملايين أنا قايمة نعمل شعبة أخرى والله إلا باش نوض نشوف عاود نعاود نقرا نعمل محامية ونخدم مع خواتي العرب أصلا نعمل داكشي الماتريمونيو بالطلاق الله 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 خريا عندي 20 كيلو يدي في النهار عرفتي غنتفرر غنتفرر غيبقاو الفلوس غاطين أربعة جالية إيه قري ولادكم المحاماة مهنة مهمة هنا ويكونوا غا في الأسرة في الطلاق واو 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 عرفتوا ولا مهنه غزاله ايوا دابا حاليا فهادشي اللي كتشوف لا 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 خصنا نقراو المحاماه دابا صافي خصنا نقلبوا اللعبه دابا عاود حنا في طاحت نطيحوا معاها
عرفتوا ولا الدنيا كيف النية؟ كلشي كيغوت، الرجال كيغوتوا، النساء كيغوتوا، المحاكم معمره، المحامين بديك الكارطيرات كيجريو، مين طلوا له فيها فاطمه عبد القادر، فاطمه عبد الرزاق، فاطمه محمدو، حنان عبد القادر، ليلى، محمد، كريم، كريمه، مصيبه الكحله، الكوار حتى هما خدامين. انا واحد الكوري قال لي انا ما سحبليش حسابكم، قال لي وهذه هي المهنه اللي انا ما سحبليش المهنه هذه فيها الفلوس. قلت ياك بعدا كنت نبني، قال لي الله ينجيني نقابل انا هادو، قال لي مسطين سيكوباطا نقابلهم انا. قلت شوف وليدي زيد مع ديك الشعبه المحاماه، قلت له راه تما الفلوس، قلت الدنيا راه عامره طايح عندهم اكثر من نايض. قال لي لا ماما، قال لي لا انا ماشي الشعبه ديالي ولا ماشي نقلبش الشعاب ديالي نمشي نعمل على هادشي. قلت له عطيك فيهم فلوس، راه المحاكم عامره. قلت له راه عاود لي خليو، قال لك الدنيا عامره، قال لي عمر ولا تخوا، قال لي ماشي شغلي انا فيهم دبر راسهم. ولد بصح الله يلا يعني تبهديله ويترجموا في الوراق ويجريو من هنا ومن هنا ومن هنا، والغوات والعاده والخويس كيعيط له، باجيها فاطمه، جيها حنان، جيها ربيعه، جيها خديجه، وهي وكتجي قال لك قالوا لي وكيجيو للمحكمه، خصكم تشوفوا هنا في اوروبا كيف كيجيو. ها هو ماجي كيعمل ثروه ترازو زعما مودرنو، وهي كتصبغ شعرها وكتعلي لي واحد المونيو هنا كتنزل كتكون بالسبنيه كتقلعها، زعما ماشي عند السينيور خويس، زعما ماشي عند الجاج، شيز يوروبيان ماشي يوروبيان. كتعمل داك المونيو هنا كتصبغو كتصبغ اولا كتضيف له، كتمشي عند كوافورات ديالهم كيتسقوا لهم داك البلاستيك، شعر البلاستيك، وكتطلقوا هيدا الشعشع كيقول لها كاينو كيتيس تا باسا دو توا ورا باكي بيينيس، كتقول له ايوا مي بيغا مي بيغا مي ماتا مي ماتا مي، كيقول لها تيستي بيندو بيبا، كيقول انا كتشوف بقى حيه، كتقول له نو مي مالتراتا مي بيغا كوميدا نادا. هي المراه واجي خايله دخلت عليك بالله عامله داك المونيو في الصور، واسبانيولا هيدا كتضرب، اسبانيولا داخله بعطا كتضرب، عرفتوا اسبانيولا شنو عاملين لهنايا؟ وصروا عليها هاد الطراوزوز، المرا رجعت مودرنا، السيده كانت مقهوره مع هاد وركابي، داو غات الموضه، وصروا هاد الطراوزوز، عرفتوا ديك الصروا ديال الشوارف اللي كيشيطوا على ديك الكورده في هولندا وداك الشيء واقيلا، وعندنا كيجيبوهم، انا عيت كندور في ساره وكندور في المحويز، ما كنتفرجش ديك الطايات كبارين، وديك الطايه عليها، سبردينا زعما، نعم اسيدي، وكتهضر تهضر، المحامي كيقول لها اسكت، كتقول له، افوكادو سينيوريا ساقسي ابوغادو انطونيو، كيقول لها تكيرس كاجا سينيورا وعندي حفتو السيركو ملي كتخرج كتقول المحامي شنو قال لي شحال غيعطيني، كيقول لها باقي داكشي شي 4 5 شهور، كيقول له دابا اوراكي كومو اورا بي اسدي تشتو كي باغو جو 300 يورو 300 كي تنيا جو اوراكي كومو. المحامي دا فلوس وزاد فحالو، غدا كل الربيع نمشي نطلع لمونجويك العايله تما قصص في الربيع كي كوميس، واش هادي نيتك؟ واش نتوما مزيانين من راسكم ولا تحمقوا عباد الله؟ كتقول له كي كومو دا 300 توصل العايله باقي ماشي، يقول لك زيد له غبلاتي كاين محامين دهنا غيطحنوك الطلاق 1000 در اورو فوق ما مش دخلوش شي، وإلا بغيتي اوفيسيو انت تم اوفيسيو عرفتي كيكون ضدك ماشي معاك، اوفيسيو المحامي ديال الدوله اللي كيعطيو لك هنا هذاك بعدا كيجي ضدك ما كيهضرش. دا المشكل محمد كيعمل المحامي وهي كتعمل المحامي وكيجيو جوج بيهم، هو مخلص شي 1500 وهي مخلصه شي 1200 هذيك هي 2500. شوفوا الهيشماش كيف كيطلقوا الفلوس للمحامين وكيضحكوا عليهم. وعلاش اللي ما تمشيوش بوحدكم طلقوا راسكم بلا صداع بلا هرش؟ عندك ابراهيم فوطة، انا جامون فيش جلس ولا باب الزنقه، نهضر كيما قال لي عقلي، ما عجبكش الحل باب رحل. واش انا داخله لعندك عيطت لك قلت لك اجي عندي كبست لي عمل لي جلس لي، انا بحالكم انتم كاع ما كندير حتى فيهم واش كاينين في هذه الكره الارضيه بعدا، انا كنسمع مع الناس اللي كتبغيني وانا عارفه الناس راه كتفرج فيا من انحاء العالم، انتي اش عندك شنو نحرق فيك؟ بغيتي جلس ما بغيتيش شي ارحل. قال لك ابراهيم فوطه عنده 43 الناس معاه هو والجيران ديالو، صافي وليدي سير بحالك الله يرحم والديك، انا اونا مينو صاخرج بحالك من عندي، ما بقاش تسمع الصداع ديالي غنعنك مني سير. اذا كنستنى اللايف يطلع. حسن طويل مرحبا بك.
ساري ساري مرحبا. المهم نرجعو كنشوفو الناس القدامين اللي كانوا معايا قدامين 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 ما شاء الله. كريمة مرحبا شكرا على الوردة ميرسي بوغ لي فلوغ. اذا لا 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 طلق عرفتو با 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 حق عرفتو شنو راه كاين شي تفاهم كاين الغدر بزاف كاين تفاهم ما بقاش. المرأة كتكون مثلا كتجبر المرأة مزيانة الراجل قبيحة ولا كتجبر الراجل مزيان المرأة قبيحة. تأثيرات بزاف ديال الضغوطات بزاف الحياة ما بقاتش هي هذيك في الحقيقة. بنادم الأحسن يبقى دراسو أحسن له. والله الا مصيبه وصافي يعني الدنيا يعني اللي كتشوف مشاكل كثيره هنا في اوروبا راه كاين طلاق بزاف. شنو الحل اختي حنان؟ انا كنقول الناس ما بقاش يتزوجوا الا كان على ماشي يتزوجوا يبداو يطلقوا داكشي غير يبقى بنادم رايك في فلسطين الله ينصرهم على الحق. ماشي اللي غنقول لك فلسطين شنو غنقول لك اخر الله ينصر الحق. انا هذا الدعاء ديالي اللي كنقول شتي انا ما كتكون شي حاجه بحال هكذا كنقول الله ينصر الحق احسن دعاء. ربي يخليك لامار شكرا. يعني غادي نبداو الموضوع ولكن انا الا ما طلعش اللايف اليوم الجمعه ومن الصباح وانا نجري وموجد الموضوع وجايه طالعه وتجلسوا لي نتوما هنا ما كتكبسوا ما كتبارطاجيو ما كتعملوا حتى حاجه. اذا بارك الله فيك ايفي شكرا. ايبور ستار انا كنت بونتا كانا إبرستار خمسة السريجات خمسة النجوم كنت فيه. ولكن غنقول لكم واحد الحاجه ملي كتسافر مع اشخاص اللي كينكدوا لك حياتك انا بونتا كانا جامايكا كيوبا غادي نعاودو من راسي بالموتشيلا بالساك ديالي وراسي اما غنجر معايا انا حتى شي واحد عرفتوني غادي نمشي لمكه غادي نمشي للحج راسي انا صافي بخزي راسي. لان ملي كدي معك واحد منادم او كتجمع عليك عباد الله وداكشي واخا تمشي حتى الطرف طرفايه والو ما كتستحلاش بدك دوك الطعم ده هذا كتبغي تعمل حاجه اخر كيقول لك لا كتبغي تجلس هنا كيقول لك لا كتبغي نسيد هبط كيقول لك واخا يطلع كتبغي نسيد هبط البيسينه كيقول لك واخا يهبط البحر كتبغي نسيد تمشي للبحر كيقول لك وراجع البيسينه كتبغي نسيد مثلا تجيب كوكولوكو وكيقول لك بينيا كولادا انا عمري تحمقوا من الهدم. والله ليلة ما كيجي بحال بنادم يمشي لراسو راسو الموسيقى ديالو الكتوبة ديالو الضحكة تضحك معاه من مرشاق لك بقاو علينا بهاد المولود تتجوجو زمرو طمرو تغرقوا عباد الله حيدو. والله العلي العظيم بنادم اللي بغى يعمل الخير في راسو هو يسافر راسو حتى ولادو ما يديهمش والله الا حتى العيال حتى العيال يتفك منهم يخليهم واحد سيمانة واحد 10 ايام ويمشي يقوز واحد 10 ايام راسو قرا الكتب يسمع الموسيقى يتعرف على الناس يهضر يضحك يعوم ينشط ياكل مزيان كيعرف الماكله فقط هبط لا انت تنزل التبسيط ايوا داك التبسيط فيه بزاف الكالوريات ايوا داك شنو فيه جبتي هذاك تقدر تمشي تجيب لي اخر بو 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 بغيت تقنتي شي بوتيك كتقول لك اخرى لا انا ما داخلاش انا غادي نبقى مع الباب خاصك تدخل كتجري لان اخر كيستنى هيدا في الباب واقف خاصك تعمل بحسابه وانا حنا مال هاد المشاكل انا نمشي على راسي بغيت ندخل البوتيك بغيت نجلس في الزنقه بغيت نهضر بغيت نضحك بغيت ننشط هاني انا فلوسي في جيمي ونجلس انا نحرق راسي مع البشر. شتو نقول لكم واحد الهضره السفر معك حل الراس تسافروا معك حل الراس هذيك هي الضريبه العظمى اللي ديوها في الحياه ديالكم هذه انا نقول لكم بالتجربه السفر معك حل الراس انا كنوصيكم لوجه الله واياكم يا لطيف يا لطيف كيكرهك في السفر خصوصا انا دابا ملي مشيت من كندا لتما راه 5 ساعات الطياره ومن قاص انا ما كنسافر مع شيك حال الراس الا شتوني مع شيك حال الراس قولوا لي حالا انت لا ماشي مراه هاي نقولوا هادي ونجي نبوسكم راسكم يا لطيف يا لطيف يا لطيف والعياذ بالله
راسي ما باقي يسمعني حتى واحد. الله يخلف الله يجعل بركه. صافي فضينا. نو 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 يا لطيفه لطيفه، مصيبه كارثه. وصافي عظمى يعني ما كتحسش بالراحه ديالك، يعني انت ماشي مرتاحه، باغيه تجلس هنا. لا انا ما خصنيش هادي وما عجبانيش هادي، واخا ندخل نعمل شوبينغ. لا انا غنبقى برا. ما معنى انا غادي نبقى برا؟ وهذا هذا بنادم كيبقى، هذا بنادم كينكد عليك سينا باكاسيونيز ديالك، واخر عامل لك بقرينط. لا صوري اللي قال اخر بين غامري. شوف شي شي مقرده ولا شوف شوفوا شي مقردين بعدهم من لك. والله الا كاين بعض الناس قسما بالله لا شياطين الانس في صفه انسان، اقسم برب الكعبه الا شياطين الانس في صفه انسان. انا دابا الان ولا تشوفوني دابا ما شاف شي ايروبور معايا شي واحد كنجروه ولا كاين حتى واحد، راسي وبس، راسي وبس، بوان فينال. كيعرف بابا يمشي يدعيه، راه الكوميسار يمشي عند وكيل الملك يدعي يقول له حنا رداني كتصبر بوحده. ما كنحمق على الراس ديالي مع بنادم نعسك، فغادي تجلس فين هذا؟ لا انا هذه ما خصنيش، لا خصك تعمل هذه، لا خصك تجلس باينه، لا خصك تجي هذه، لا ما تحاديش في السنسور، عمل يدك هيدا للسنسور. او اش كاين؟ لا تما جراتي ما تحاديش في هذيك الطلعه السنسور. واحد ما كيعرفش حتى يكتب. هادو دابا اللي كتجبروا معاهم المشاكل، اسمه تقول له يكتب ما كيعرفش يكتب، ما قراش ما قاريش، ما عندوش البكالوريا. هو كيهضر بزاف. يعني شتو منك كتهبطوا، منك كنهبطوا المستوى، فينك اصاري؟ صاري فينك؟ منك كنهبطوا المستوى، كنخليو المستوى ديالنا وكنبداو هابطين. صافي. قال واحد في امريكا الله يذكره بالخير، قال انا مشيت طليت راسي بكذا وكذا ورجعت. فهمتوا؟ يعني بنادم انا بعد الصفر معك حال الراس، والله لا تبعني شي حال الراس عاد باقي دوار مورايا في شي صفر ولا في شي حاجه. لا صلات على النبي، مسافر بوحدي، مشيت للمغرب غادي نمشي بوحدي، مشيت للمريكان غادي نمشي بوحدي، مشيت لتايلاند غنمشي بوحدي، مشيت لليابان غنمشي بوحدي، مشيت لسويسرا غنمشي بوحدي، غنمشي لبلجيك غادي نمشي بوحدي. الا باقي تبعني شي كحل الراس، انا قلت لكم منين تشوفوني قولوا لي انتي ماشي، قولوا لي انتي ماشي حنان الروداني، انتي ماشي امراه كحل الراس غيعطيني ابتسام. لا صلات على النبي الله يخلف. نعطي للقمر عبد العزيز، عبد العزيز بوعودة، بوعو بوعو عبد العزيز ناري يا بوعو، اسمك فيه الكفايه بوعو. علاش غنزيد نبقى نهضر معاك انا؟ وانا مالك بروك تمشي بحالك بوعو. والله الا جات معاك داك بوعو اللي عملتي في الاصل ديالك ونيت بوعو. لان بوعو هو اللي كيبان له القمر شي حاجه، هو بوعو طاهر في الصغر ديالك، خوفوك بوعو يا المسخط الوالدين، باقي فيك داك بوعو. دابا كتبقى تسمع بوعو كتبقى تنقص بوحدك، ما عمل شي ثيرابي ولا شي جوجو، وبدل كلمة بوعو بلالة حنان. السلام عليكم، أهلا وسهلا، أبشر يا حنان، أبشر يا حنان، ومرحبا وأهلا وسهلا. يا ولد بوعو نوض، قال لك عبد العزيز بوعو. ويلي 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 على أصولات، وعلاش أنا ما عمري شفت هاد الشيء هذا. بوينو جو مي فوي كوم مي إكس ماريدو على تركيا، إينوس بيلياموس. أي وحدة كتقول مشات مع، ماشي الزوج ديالها طلقاتو، مشات معاه معاه تركيا ودابزت معاه. لا أختي أنا لا طلقتو، ما عندي هو معايا وما نديهش مع حتى كنطلقو. نديه لا غنديه، نديه للواد نغرقو تما يموت ما ينوضش. قالت لك أنا مشيت مع إكس ماريدو، سمعوها ها هي، قالت لك جو ميدو كون مي إكس ماريدو، جو مي فوي كون مي إكس ماريدو على تركيا، إينوس بيلياموس أجي، بيرو تو ستاس لوكا. هضوني بس اجي برا توي سيت ماريدو، انا قلت لكم كحال الراس ما بقاوش تجروها موراكم، مشيو لراسكم. ايه والله مشيو لراسكم، ما تبقاوش تجروهم، لان ما يستاهلش بنادم يخرج. علاش هي داك الفاكونس؟ داك الفاكونس الانسان كيخرج باش يزول القنطه، باش يديسكاركار الطاقه كامله، باش يعني يحاول يعمل الاكيليبر في الجسم ديالو. في الاخر ملي كتخرج كتجبر راسك انت في المعمعه، خصك تمشي على الريتم ديال واحد اخر. لا الحبيبه ديالي انا نشطح على الريتم ديالي، نجلس فيوخ ما بغيت، ونوض فيوخ ما بغيت، في الصباح كخصك تعمل السيرفيس فيوخ ما تنوض، لان الواحد خصك تهبط البيسينه كيقولوا لك لا خصك تطلع للماء. لا سوري سوري كاينو 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 بلاتي غادي نشعل انا غير اش كيقولوا لا غير اي الماء. لا سخان الله يسر العافية نايضة مينا الغزالة. اها عندي انا نصيحة كنعطيها لكم، حاولوا دابا تسافروا لراسكم. اي والله قضيوا العطلة ديالكم لراسكم. بنادم يسافر وناخدو حنا الطيار والكيلومترات وثمانية ساعات خمسة ساعات، وفي الاخر بنادم يجبر راسو بالمشاكل وبالصداع ماشي المشاكل،
انا غنقول لكم الحقيقه على هذا الموضوع. ملي جبته ماشي المشاكل انا، لان انا ما عندي مشاكل الحمد لله. يعني بنادم مبرقم عامل عليك هكذا، مبرقم عليك بنادم ما عجبو حتى حاجه، كتبغي تعمل شي حاجه، تعمل شي اكتيفيتي مثلا بالليل، كنهبطو كنا لان كانوا الشو كيعملوا الشو غزلان داك الشيء. ها ويلي وحدي ما كيفهموش داك الشيء، الناس ما كتفهمش داك الشيء. دومينيكا نص بالحوايج ديالهم داك الشو الفلونك، انا كيعجبني نشوف داك الشيء، كيعجبني نشوف تقاليد الناس، نشوف المسائل، كنتعلم كنعرف. يعني انا جو سوي انتريسي. الناس خصهم يمشيو ينعسوا، راسهم كيحرقهم، وهادو غادي تعيش معاهم مزيان. هادو صالحين للحياه، نين عايش هادو يعني في حطب كينعسوا. ملي كيكونوا عندهم البنات في الانترنت كيقصروا معاهم حصل الصباح، ما كيكونوش ينعسين. ملي كتكون حداك الزوجه وفي المستوى وفي القيمه وداك الشيء، عاد انت كيجيك النعاسه سخط الله، وكيجيك كلشي سير الله يعطيك الضارب المضروب. كنتي تضرب ان شاء الله ما باقيش حاجه تشوف. نوريك النعاس من الزمر او قسما بالله. ملي كيكونوا كيخونوا ويتشاطيو كيبقاو حتى الصباح في التليفون مع الخليلات والعشيقات. ومنك تكون كاميرا موجده كتعدل ديك الفاليزه وجالسه وفي السيف هاد الناس وهذا وهذا وجالسه في الطبله والناس سرباوك وجد كيعمل لك اويلي لا اي 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 مالك رجعتي كيدر ولا شنو؟ خويا شحال عندك الراجل؟ فيا النعس. انا هادشي ما عجبنيش. ما عجبكش هادشي؟ شنو عجبك؟ لا لا هادشي ما عجبني، فيا النعس نطلع. لا قلتينا لا بغيتي يبقى بقى. بغيتي شنو المعنى ديال لا بغيتي يبقى بقى؟ هادو ماشي كيما رقروا بنادم الحياه ديالو. يلا بالله عليكم جاوبوني، لا جاوبوني جاوبوني، عطوني الجواب. واش انا على حق ولا ماشي على حق؟ نخرج مع واحد، نجلس مع واحد اللي غادي يمرقر لي انا الحياه ديالي؟ وحنا علاش جينا؟ حنا جينا باش نشوفو ونضحكو وننشطو ونشوفو بعيننا وبحالنا بحال الناس. لا ملي نتينا كيشوفوك ضحكه ونشيطه وكتشوف كطبل كاينه ما كيعرفش الهيش ماش صبت الله ما واخا خرج الهيش ماش باقي بلدي باقي الهيش ماش عايش في 1900 وانا كيقول لي حنا كنسمعوا الدول وكنسمعوا كنقولوا صافي الناس راه خرجوا راه الضاو راه يعني اوكي غادي تمشي غادي هذا يعني معك شخص معك والو فاطمه داك الشيء بلدي 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 الدجاج البلدي باقي كيفهم علي قسما بالله غا كيشوف غا كيبدا داك الشو باقي حتى ما بدا الناس منا كيخرجوا كتعمل يدك هيدا كطبل كيدير يعمل لك هو لا 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 كنعمل ف اويلي شنو هادشي هذا جاني النعس هو حنا كنبغي انا صافي كنبغي نطرطق انا صافي كنبغي تجبرني ساكته القلبيه واش غترد عليه واش هذا كتقول دابا شنو غادي نعمل واش غنبقى جالسه ولا غادي ننط اش غادي تعمل يعني هذا بالعربيه شوف هذا بالعربيه باغي ينكس لك حياتك باغي يدبر لك حياتك باغي ينتقم منك ويستفزك باقي ما كاينش شي ولد المراه خالق على الكون على الكره الارضيه يعمل معايا انا فحال هاد الصحراميات هادو لا يوجد باقي ما تولدش في الكره الارضيه والله العلي العظيم باقي ما توجدش نقدر نعمل عيني شافت عخا ما شافت نقدر نعمل راسي شوي واش يعني بليده نشوف ونعطي النخا ونخليك تبدا تعمل لا 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 حتى يصبح الصباح ماشي شغلي ولكن النهار اللي كناخذ القرار قراري صارم بالسكوت كنعطي الدقه اللي ما كنميتش الغباريه بوان فينال هذه حقيقه واش انت كتخرج مع الواحد لعسك وهو كاس كيعاوعاو عليك ما زعما الصراحه كاين بعض انا كنهضر على بعض ماشي كلشي الصفر معاهم تحت الصفر ما تقدرش تخرج مع هاد الناس هادو ما تقدر تضحك عندك نكت خصك تعاي انا من النوع اللي عزيز عليا الضحك انا عزيز عليا النشاط انا واحد الانسان اللي سوي فيفا اكتيف انا ماشي شي وحده ميته انا غادي نموت في القبر غنكون ميته في القبر هذا بنادم سخط الله عايش عامل بحال بحال الطاروغو عرفتوا شنو هو الطاروغو الطاروغو هو داك الطاف د اللوحه واخا بنادم مره خايف من غايده داك غايده اش كاين ياك لاباس نو كينكدوها على بنادم كينكدوها يا لطيف النكد من اقبح الاشياء نكد
ايه باش نبداو الموضوع ديالنا؟ لقيت الاخ راجلي ما كيخليني نسافر بوحدي. وحدة كتقولي راجلي ما كيخليش نسافر بوحدك، هذا ما غيسافر لا معاك ولا بوحدك، هذا ما يعني كاين الناس بقى ما عارفاش شنو هي ثقافة السفر، يعني يبدلوا المكان ويتعرفوا داكشي. كي نشوفوا الناس هنا في اوروبا عرفتي، الا كان بارسلونا كيعرف بارسلونا المغرب، المغرب بارسلونا، بارسلونا صافي ما كيدور لا هيدا لا هيدا، هو والعيال والمراه. الا كان بروكسل بروكسل، المغرب المغرب بروكسل، جا 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 ما يخرج ما يدخل ما هذا. سقسي على شي واحد يقول لك فين فين هذا الشيء، فين جا هذا الشيء. كاين الناس عندهم نفس ديريكسيون الذهاب والاياب، نفس المكان من موطع لموطع. والمشكل العويص الامر اللي ما كنلاحظوهش حنايا، يعني ملي كنهبطوا للمغرب كندخلوا في واحد الدار اخرى، كنخرجوا من الدار هنا كنمشيو تما كندخلوا في دار اخرى. صافي هذيك هو هذاك كيقول لك شاكيطه راه عاد كنرجعوا لموطعتنا، وهذا كيبقى الاعوام كتقز. صافي الاخر ملي كيقول شنو عملت في حياتي، حتى كيكبر وكيفطن ها كيندم. ديك الساعه فاتك الترنا، اللي قال الوحيد انا فاتك الترن، فاتك الترن حمادي. شنو قلت؟ والقسما بالله الا كاين بعض امسك الله يحسن العون. شدهم هاد اوروبا على الخدمه غير من مني، ما يعرفوا هذا، ما يعرفوا يمشيو، ما يعرفوا يتساراو. عرفتوا كاين لاغوس هنا في اوروبا، وكاين بعض الاماكن في اوروبا قسما بالله تقول يا ربي خليني غنبقى نشوف من هذا المخ غير يشوف العوينات ديالو، راه ما كيخرجوا ما كيدخلوا. الناس هنايا محشين غير ديك البويبلوس ولا في شي حاجه محشي، ملي كتجي ديك العطله كيعمل ديك ديك الطونوبيل يعمرها من الفوق ومن تحت بتشقاتشق، ويبدا ماشي مع الكراتيرا يلا 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 حتى كيوصل. ملي كيوصل كيدخل للدار، يخرج من راس الدربه يقولوا للناس على السلامه ديالك. صافي ديك ثلاث ايام كيقولوا على السلامه، ما كيبقى يبان له حتى واحد، كيقول شغا بقى نعمل انا هنا في راس الدرب. دابا خصني نمشي نقار نعاود نتاحت شويش مع السوق هيداك، نجلس باش نشوف الناس اخرين باش نبدا نهضر ونقول لهم احنا اللي هين. كيبداو يعملوا لهم احنا اللي هين، كيقولوا له الناس تما المغاربه ديالنا، كيقولوا اللي هين فين؟ كيقولوا في اوروبا، حيت هذوك باقي ما عارفين. كيقولوا له جيتي فين؟ عايش تما وعلى السلامه. كيقولوا الله يسلمك، زعما سمعوني انا في اوروبا العايل. اوروبا راه انا صافي بتاعي هاد الظهر حبيبي. اجمع راسك. مصيبه والله مصيبه. المهم دابا بغيت نبدا الموضوع ولا غادي نبقاو حنا هنا؟ كيخرج للراس الدار، كيتعرض للناس والشباب وداكشي والجيران باش يقولوا له على السلامه، باش يشوفوا وجهه. باش يشوفوا وجهه ويقولوا له زينتي وعلى السلامه ديالك، وشحال غادي تبقى هنايا. هما عاو كيعملوا لونكيت فيوغ ماشي، فيوغ جيتي وفيوغ ماشي. المهم غادي نبداو الموضوع. علاش شنو غادي؟ علاش نتوما في الفيسبوك كتقولوا لي شنو هو الموضوع؟ نتوما بعدا عملتوا البارطاج، هادو 500 الناس وانتم 200، واش انا غنهضر مع 200؟ ولا بالله عليكم واش غنهضر انا مع 500 ولا غنهضر مع 200؟ انا قلتكم انا فيما كنطلعها كنمشي معاها. دابا تعلي والله فانا معاكم كنشوف فيكم، ما تبقاوش تقولوا لي شوف فيا، ما غنشوف فيكم. مشات الصوره قبل رجعت من اللور هبطت الصوت، ما ماشي شغل ديالي. عملوا بارطاج، عملوا جيم، طلعوا اللايف باش كلشي يوصلكم. هو هذا انا ما عندي ما نعمل لكم. والله نخلي 500 نهضر انا مع 200. كاينه هذه في كاينه ما كايناش. اذا غادي نبداو الموضوع. نوره ربي يحفظك الغزاله. ايوا شوش بعد الندم يضحك. ربي يحفظكم. شكرا يا غزاله، بارك الله فيكم. بغيتي نعمل بارفان ديالي الله يعطيكم السر. بلاتي نشوف صباطي ما عرفتو الماريوس كيف نو معنا بالصبابط، وكيف الحوايج ديالنا، وكيفاش المسائل ديالنا، وكيفاش يعيش الحياه ديالو. يوم عند الباكور هي والله غيجي واحد الوقت غيبقاو لكم غير الفيديوز ديالي عاود تشوفوهم تسمعوا. حنان توفات رحمها الله، بقى لكم غير الفيديوز. عيشوا الحياه قدكم حنان. والله اللحظه المومينتو، عيشوا الحياه، ما تبكيوش، ما تعملوش الهم في القلب ديالكم، ما تدخلوش الحزن لقلبكم، ما تغضبوش. حتى حاجه ما تستاهل، حتى حاجه ما تستاهل. اللي بغاكم شبروا فيه، اللي ضحك عليكم زلقوه اعطيوه باب الله. اللي جاي يدمركم حياتكم، اللي جاي ينكد عليكم، اللي جاي يخليكم تحت الارض يصطم عليكم، دفعوه الباب الحباب.
حياه وحده هي كاينه. صدق الله العظيم، والله يخلف، الله يجعل البركه، وشوفوا اللي عنده واللي غادي تعيشوا معاه مزيان. اما شي واحد اللي غادي يجي يبقى يجيب لي انا الصمته مقطعه وحالته حاله ويبكي لي ويشكي لي وانا 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 وانا، امشي عاود في الحمام دغوي، انا ما بقيت كنسمع حتى حاجه. اي والله حياه وحده هي. جبدوا الحويجه ديالكم، جبدوا القفطنه، جبدوا النظامات ديالكم، جبدوا السميسلات ديالكم، كل نهار عدلوا حاجه، كل نهار شموا في يدكم، كل نهار هضروا مع راسكم الجمال وهذا. وتبارك الله ما شاء الله، الحمد لله، استغفر الله، وان اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. ايوا اش كيقول هذا؟ انا من لك على البلوك تمشي في حالك، لان هذا المستوى هذا احنا ما نعملوا به، لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع فيكس علي ات سي لو مومون دالي او دورمير. يلا صبحك على خاطر، شكون شبرك هنا؟ ربطيناك حنا ولا الباب في حالك؟ حنا نتينا معنا ما نعملوا بهم، نتينا غادي نجري عليك تمشي في حالك. يلا سير في حالك، الله يرحم بابك. وحده قالت لي كاساكا ما، يعني الفقير لا يتزوج اختي حالا. والفقير في الحقيقه واخا كيتزوج كيطلق في الاول، كيطلق هذاك هو اللي ما كيقدرش يوطر. اش من زواج هذا الفقير اليوم؟ نكونوا واقعيين، شوفوا نهضروا بالواقع. اكاساكا ما ولا كاسا ولا كاسا باراتا، اسمعني نقول لك واحد الهضره، خلونا من هاد ايرونيا، يعني انا نضحك الفقير ما يتزوجش، وده بالله عليك الفقير ما معنى الفقير؟ يعني بغيتي تقول واش الفقير من عقله ولا الفقير من جيبه؟ الراجل ما عنده والو، باش غيتزوجنا هذا الرجل وهذا الغلا؟ يعني بغى يدخل غيتخلق، ما غيجبر والو. اللهم يجلس مطعو، يصوم، يعمل صيام، احسن ما يعمل مشاكل في الحياه ديالو ويتقرب لله سبحانه وتعالى. انا كنظن احسن، يعني الا غيتزوج ويطلق ما حسن شي، يبقى دراسو حفلو. انا هادشي اللي كنظن في هاد الساعه هادي، في هاد المشاكل اللي كاينين، كلشي غلا، الدنيا الله يستر طايح اكثر من نايض. شنو كي غيدير يسكن مع يماه الفقير؟ ايوا الفقير مع يماه فقيره، وباباه فقير، وخاه فقير، واخته فقيره، مجموعه الفقراء. اذا ملي باش نشوف انا واحد مجموعه الفقراء ودخلوني فيها؟ اذا انا الا هما سته الفقراء انا سبعه. هذه قاعده. واش ما بغيتوش تفطنوا؟ واش ما غادنوش تحركوا؟ واش ما غادنوش تشوفوا الفوق خصكم تشوفوا غير لتحت؟ والفقر عيشنا، كنبقاو حنا حياتنا كامله في الفقر. انا ما بغيتش نعرف هاد الناس هادو، وعيشنا الفقر حنا في السبعينات والثمانينات والحرمان والى ما غير ذلك. كنسيتو اويلي وباقي خصكم داكشي؟ ايوا اللي باغي شي فقر الله يسلطو عليه، سمحوا لي. وبقاو تما مع راسكم، خليني نبدا الموضوع الاخوة. هاك دابا طلعت والله ما عندهم يتسلكم دابا. هي المهم، اذا على بركة الله غادي نبداو في الموضوع اللي موضوعنا اليوم، وهو الميراث، الارث، والمشاكل اللي وقع على الارث. دابا ما بقاش غير الزواج فيه المشاكل، حتى الارث. يا ويجي تشوفوا الارث طايح اكثر من نايض، الناس كتقاتل. اليوم رجعوا الابناء كيهضروا مع الوالدين ديالهم باقين حيين، كيقولوا لهم يعطيو لهم، اش غيعطيو لكم؟ على قيد الحياه بقى الام وباقي الاب، كيقولوا لهم خصكم تقسموا لنا. عرفتوا واحد الكاتب قال بان هاد الوالدين ملي كيخليو الحوايج بزاف من موراهم، عرفهم بانهم عاشوا الميزيريه، عاشوا القهر والويل والميزيريه، ومشاو مساكن عملوا داكشي وجمعوه وخلاوه لولادهم يتقتلوا ويذبحوا عليه. لان الورث اللي خصك تخلي لولادك هو علم ينتفع منه، ولا شي صدقه جاريه تخليها وتخلي ولد صالح يدعو لك؟ هذا هو الارث اللي خصك تخلي لولادك. كتخليوهم لا مستوى لا خدمه تشمكير، يعني كيف كتموت نتوما كتموتوا، كيجيو هما كيبيعوا داكشي وكيتقاتلوا بعدا، كيبيعوا داكشي في ظرف شهر. هذيك الدار اللي كانت في ثلاثه طبقات جاو ناس اخرين يسكنوا فيها بحال ما عمركم كنتوا. تصوروا حتى الكوادروس ديالكم كيسيبوهم، كوادروس ديالكم تصور، كصحابكم كيهزوا التصاور ديالكم، ما عندهم يعملوا بكم، لأنكم خليتو لهم، وداك الشيء كيقضيو عليه في الظرف ديال شهرين ثلاث شهور، ولادكم كيكون ما باقي لهم والو، صافي كملوا على داك الورث، كملوا على داك الشيء، وعاد كيقطعوا الهضرة مع بعضياتهم، خذ
خصوصا الا كانوا شي نبيلات ولا كانوا شي كان شي مضمه خصهم باقي المضمه ديك الكانتشوز ديال المضمه باغيين يقطعوه ما يدي يجيبوا اللقط ويقطعوا داك الشيء حتى الرجال كيطلوا كيقولوا حتى حنا خصنا في داك المضمه اي مع اخواتهم البنات والله الا كيطلوا كيقولوا حتى حنا خصنا ملي كتقول له اختو كيفاش انتينا حتى هادشي الدواء ديمانا كيقول لهم مراتي اجي لعينتينا واش عندك شي راس ولا ما تكسابو هذاك الشيء ديماك جاب مراتك واش تعطيها انت للذهب ديماك كيسبقوا خواتك ماشي مراتك اولا وكتجبر داك الذهب ولا هما اللي شراوه له بناتها وهو واقف حاشي راسو حاشي رجلو كيطلل كيقول حتى انا خصني حقي في الذهب كتقول له اختو الذهب حنا باش نلبسوه كيقول له حتى انا عندي المراه خصها تلبس ذهب شوفي وصلنا معاهم شوفوا الرجال تبارك الله الاخر تواخر شوفوا حنا معاهم كنشموا الهوا تقولوا لي نتوما واحد جوج وراه ما بقاتش النخوه ديال الراجل ما بقاتش النخوه ديال الراجل منين الراجل انا نسمع كيقول نختو جالسين ارا والذهب انا مراتي غادي ديه واش هنا كتشوفوا نتوما هادشي نورمال هادشي راه واقع هادشي راه واقع كيقول لها مراتي خصو الذهب لمراتو ايوا دابا حنا داك الذهب اجي بعدا نتينا محمد شريتي شي ذهب نتينا يماك لا ما شريتي لا والو واش عندك شي وجهه الحياه والحشمه ولا ما كتحشمش لا بالله عليك هذيك يماك ملي كتفركنا انت هزيتيها لا مراتك جات هزتها لا شكون هزوها اخواتك البنات ودابا نتينا واش كتحشم ولا ما كتحشمش كاين واحد يعني واحد المجزره في العوائل من اجل هذه المشاكل هادو وعدم التفاهم وما كيتقبلوش السماع وما كيتقبلوش الفكره وما كيتقبلوش الكلام والحوار وكيدخلوا في صراعات والدباس كيدخلوا فيه كيبغيو يقسموا داكشي زعما كيقولوا يخليوه شي واحد فيهم يجي يبغي يرد كيتنقص هو كيقول لا انا ما يرد عليا حنا خصنا بغينا نبيعو علاش غتبيع ياك حقك غيطلع لك غنعطيوه لك ومشي فحالك حنا مثلا اتفقنا انت بغيتي حقك ها هو سير فحالك لا انا هادي خصنا تتبع علاش غتباع سير اللي محتاج داك الورد نعطيوه لك سير فحال لا ضد فيهم كيقول لهم ما غادي نمضي لكم شي او كتقول لهم هي انا ما غادي نمضي لكم شي كاين عوائل ماتوا الوالدين ديالهم قسما بالله العلي العظيم انا ماشي كنهضر من فارغ 20 عام و15 عام وباقي لحد الان ما داوش الميراث لان تعرضوا لبعضياتهم وما خلاوش الورث يتقسم وتصور كتجبر مع المراه هنا في هذه العائله هذه كيكونوا البنات وجوج الوليدات او لا ولد كيتوفى داك الولد اللي عمل العكس كيجيب له ربي العمر هذوك البنات باش يقسموا داك الشيء لباباهم خصو يجي عمهم وإلا ما كانش عمهم كيجيو ولاد عمو يا لها من مهزله هذه يعني هنا ما غيستافد هو كيتعرض لخواته وفي الاخر كيخلي داك الورث يمشي يترش لجهه اخرى شمتو عبد مرحبا صوفيا كاين اختي صافي كنقي هذا اللباس اللي نعاود لي داخلين هنايا فيسبوك نبغيه نقي 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 نظف عمل لي نيطواياج من داك الدرجه الاولى خلي الناس نقيقين هنا كاملين الناس نقيين هانتينا كتشوفهم من دائما هما هاد المتابعين هادو ظريفين الا دخل شي واحد غلط في النمره ودخل وكتب شي خربوقه الباب اسمع اخرى كدير العط في الدار فين بغيتي نعمل في الزنقه سمعتيني يا صوفيا ايوا خرجوا من برا دابا الان انتما جالسين معايا هنا 400 وشي حاجه وهنا 300 وشي حاجه الان شحال من عائله على ود الورد مقطعين مع بعضهم اعوام هاللي مقطع مع بعضو 3 سنين هاللي مقطع مع بعضو عامين هاللي مقطع مع بعضو 4 سنين كل واحد وشحال مقطع مع بعضو واش صح ولا ماشي صح جاوبوني الله يعطيكم الصبر قولوا لي واش انا عندي الصح ولا ماشي عندي الصح انا ما عمري عملت الخلايا في السبنيه ولكن اليوم كنحس بان خصني شي ابره هذا النهار غادي نتقبل الحنجره ديالي لان ما عرفتش شنو وقع لي هاد السبنيه كتزهق لي ولا غادي نوض نبدلها عاد نجي ما عرفتش والله ما عرفت
بناتي غادي نحاول نعمل هذه معني ما نعمل غادي نعمل ليبرا. اول مره كنعمل ليبرا بعمقي لان السبنيه باغيه تطيح باغيه تزهق وتفلت. واخا الله يستر شمن مشيت كنجرنا هاد السبنيه راه ماشي حسن عمله. طلبوا من الله هاد القاعده مجموعه خاص يسمعوني. اذا قلنا كم من عائله اليوم الان في هاد الساعه هادي متنحرين على الورط، والورث اللي خلاه الله سبحانه وتعالى يعني حتى ولا الانسان ما عرفش كيجي العادل كتعيطوا له كيجي عندكم للدار كيشرح لكم المسائل وكتفاهموا مع بعضكم لان الموده رحمه. واللي خصو يبيع يرجع لهاد الجهه، اللي خصو يبقى يرجع لهاد الجهه، واللي يقدر يرد ردوا عليه وصلتوا على النبي. يعني ماشي مساله اننا حنا غنتناحروا كاين الناس وصلت حتى للمحاكم على اساس ود الورط. نزيدكم واحد النقطه ثانيه. النقطه الثانيه وهما اللي كيكونوا في البلاد عندهم خواتهم هنا في اوروبا، هذوك اللي كيبقاو في البلاد كيعملوا هذوك اللي كيبقاو في البلاد المهم كيعشوا انا كنقول لهم كيعشوا في حطوب كيتعشوا في الطبقه الثانيه وكيجي عاد واحد اخر كيتزوج من فوق منه كيدخل في الطبقه الثالثه. كيكون عنده جوج خواته هنا مثلا هنا في اوروبا ولا ثلاثه، قولوا عنده مراه وعنده جوج خواته الرجال. سمعوا ملي كيموت الوالد ايوا كيجلسوا باش يهضروا وداك الشيء، كيقولوا نتينا في اوروبا شنو خصك هنا، انا ما عندك والو. كيقول نخاه ما عندك والو على هذاك ماشي بابا هذاك اللي مات. انا ما فهمت دابا علاش اوروبا رجعت كتزول الورط ولا انا ما عرفتش واش اوروبا الناس اوروبا ما عندهمش الحق في الورط. والله الا كوارث كنسمع. كيقول نتينا شنو غيكون عندك هنايا، نتينا خايف اوروبا والطونوبير والمراه والعيال، وانت شكون اللي ردك ما تخرجش لاوروبا؟ شكون شبر فيك وربطك تما باش ما تخرجش لاوروبا؟ هذاك راه كيبقى ورط، والورط راه خصو يتقسم ويتقسم على الجميع وكما قال الله سبحانه وتعالى، ماشي كما كتقول حنان ولا كتقول متين. زعما عنده الفلوس هو الا بغى يسمح لك وخصو تخليه انت هو يقولها لك، سينو ديك العماره اللي فيهم انتوما ساكنين هادشي كلشي خصو يتقسم، كلشي خصو يتقسم بالشرع ماشي بالخاطر. والاغلبيه ديال الاحيان ملي كيجيو يشوفوا مساكن الخوت كيجبروا الاباء ديالهم كتبوا لهم كتبوا لهم. ونزيدكم حاجه واحده اخرى، زعما هاد الوالدين الله يسمح عليهم هادهم اللي في اوروبا هما اللي كانوا كيسيطوا الفلوس وباش عدوا باش فرشوا وباش زادوا علا وباش زادوا هذا، هما هادو مساكن دهنا في الاخر عطاونا هادوك تما. هذا هو التمييز، التمييز يا لطيف والعياذ بالله. هاد الوالدين راه باغي يدخلوا في القبر ديالهم اللي لا يسامحهم، عملوا مشاكل كبيره على الارض. من كيجيو يشوفوا كيجبروا بان الوالد كاتب الطبقه الثانيه وكاتب الطبقه الثالثه لمن لهذوك اللي ما عمرهم عطاو حتى شي ريال حتى خمسه كبر ما عطاوها. هادو مساكن اللي في اوروبا كيعطيو، هادو هما اللي كانوا كيعطيو، هما اللي صيفطوا، هما اللي دخلوا الضو، هما اللي دخلوا الماء، هم كلشي هما ورفضوهم حتى الممات ديالهم. يا الله ودي الله كونوا غير تحشموا واحد الشويه، كنتوا تخليوا ديك الرزيقه حتى يقسموا شرع الله كما قال الله، شرع الله يطبق. هذا من اقل الايمان، لانه ما بعد ديالهم فينهم كتجبر حبيبي. الا جاوا يحسبوا غيجبروا الملايين مشاو لهم.